السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وين كنت يا أبو عمر؟ شغلت بالي عليك، أتصل بك ما ترد. أنت مو بتقولين عودتني يا أبو عمر ما تدخل البيت وانت شايل همومك. صار لي ساعة ونص أدور بالسيارة برا، حاول أنسى اللي صار بس ما قدرت. سامحيني يا أم عمر، أول مرة من تزوجتك مغصوب أشيل همي على ظهري وأدخل باب البيت وما روم أعقى عند الباب. خير؟ شو اللي استوى؟ قطعوني، أهانوني، ما خلوا اتهام ما اتهموني إياه. مرتد، متخاذل، جبان، متمرد على أساتذتي، خارج عن الجماعة. قائمة اتهامات طويلة ما لها أول من آخر. أنت ما كنت صاير تشوف الصقر؟ الصقر كان موجود ومحضرنهم شهود على اللي صار. أكيد كل هالاتهامات كانت من ورا أبو مصعب. ومصعب مجرد إنه أشعل الشرار. الكل قام ينفخ فيها منصوب عشان تولع. عمري ما تعرضت لموقف مثل هذا. عمري ما تمنيت الأرض تنشق وتبلعني مثل هاليوم. والصقر شو كان رأيه؟ الصقر رغم عقله وسعة صدره وحكمته بس ما رحمني. صح انه كان محترم وياي بس كل كلمة كان يقولها شرات سكين من نار جهنم في صدري. نصرهم علي وقسى علي وفي الأخير سمعني كم من تهديد مبطن. ما خلوني أحرف دربي وأنا جاي. أنت شو ناوي تسوي الحين؟ إذا الله كتب لي عمر وعدت هذه الليلة على خير من دون ما يوقف قلبي، عزتها لكل حادث حديث. سامحني يا خالي، أرجوك لا تأخذ بخاطرك علي. أنت ولدي يا عبد العزيز، ولد أختي العزيزة. استرحوا. بوريتاج، أنا بروح حق ريتاج غرفتها. لا ريتاج تجيك برسم الخدمة، أنا بروح أناديها. أبد ما تقوم من مكانك ولا تروح تناديها، أنا اللي بروح لها وبستسمح منها. هذا واجب علينا، حقها علينا. البيت بيتك يا عبد العزيز. سريع يبا. يا ريت لساني انقص قبل لا اقول اللي قلته يا خالي. وعلامك تحاكيني ومنزل راسك للارض. انا ما يهون علي كسرتك قدام عيوني، ارفع راسك. انا استاهل كسر القبه يا خالي. صدقني مالي ويا حط عيني في عينك. على كل الكلام اللي قلته بحقي وبحق بنتي اللي يجرح ويعور،
صدقني أنا حاضرك. من قهري وحرقت قلبي يا خالي نميت، ما كنت شايف قدامي ولا كنت حاسب باللي أقوله وأسويه. الله يخليك يا خالي، لا تأخذ بخاطرك علي، تراني ما أقصد. خلاص، الكلام اللي قلته يبغى أنا دفنته. اللي نسيته نسيته يا عبد العزيز. ما أقدر أنسى اللي سويتيه يا عمه. أنا وايد حاطة في خاطر عليك، كنت أظن معزتي عندك أكبر من كذي بوايد. قولي لي يا رتاج، لا تخلي شيء في خاطرك. شو اللي ضايقك مني؟ أنت أمي اللي ربيتيني، كنت متشفقة أحس بالفرحة ينبض بها قلبك وأشوفها مرسومة في عيونك عقب الملكة. بس للأسف كنت متضايقة مو مرتاحة. معاك حق، وفي المرتين بعد، يوم الرأي الشرعية ويوم الملكة، لأن وقتها كان قلب الأم هو اللي حاضر. تمنيت أن أنا أكون أم المعرس، تمنيت أني أشوف عبد العزيز هو اللي داخل علينا. حاولت أداري وأخش بس ما قدرت. ويوم أنه ما صار هالشي ما فكرت تكونين أم العروس تجبرين بخاطري؟ لأن هاليوم بالذات ما يشعل فرحته إلا حضن الأم الدافي. مع الأسف ما فكرت، كان في غشاوة على عيني وعلى عقلي، وما راحت هالغشاوة إلا يوم جتني إيمان قالت لي الكلام اللي قالته. ساعتها فكرت، وصدقيني إني قعدت أصيح صياح ما صحت على ميت، وتندمت لأني كسرت فرحتك، وقعدت أدعي في صلاتي واتمنى ان الله يسامحني، لانك المفروض اوقف معك في هاليوم واكون امك. سامحيني يا امي، سامحيني يا رتاج. من كثر غلاك عتبتك يا عمتي. قلت لي سامحيني، سامحيني. الحياة يا عبد العزيز محتاجة إلى عقل وحكمة، مو إلى قوة وعضلات. والحلم سيد الأخلاق. العصبية الزايدة والغرور هذه كلها درب الشيطان اللي يقودك ويغويك تسوي أشياء وبعدين تندم عليها، لكن متها عقب فوات الأوان. صدقت يا خالي. وشيء ثاني، الشاعر المتنبي يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وانت ما شاء الله عليك قادر انك تكون كامل، والكمال لله. انا مو بس قادر واعرف اني قادر يا خالي، انا قررت اغير حياتي وافتح صفحة جديدة واتزوج واستقر. بس انقهرت يوم ما صارت رتاج من نصيبي. وليش تروح بعيد يا عبد العزيز؟ صحيح رتاج قريبة منك، لكن أكل أقرب. زوجاتك الثنتين اللي طلقتهم رجعهم وخلهم على ذمتك، ولا تدري رجع واحدة منهم على الأقل، وتبتدي حياة جديدة وتقلب صفحة جديدة. لا تنسى أن هذين الثنتين هم أمهات عيالك. فكرت يا خالي، بس بعد هاي السالفة ما فيها استقرار. خفت من أول مشكلة تواجهنا تنفتح الدفاتر القديمة، وعلشان كذا فكرت بزوجة جديدة تعيش وياي وتساعدني على التغيير. بصراحة ما حصلت أحسن عن ريتاج. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ريتاج حالك؟ بخير الله يسلمك. حياك، وارتاحوا وارتاحوا. تكلم عبد العزيز.
صراحة أنا ما أعرف شو أقول لك يا رتاج. كفاية اللي قالتها أمي وأمك. فديت روحك حبيبتي. أتمنى تسامحيني من قلبك مثل ما أنا أتمناك السعادة من قلبي. أنت أخوي يا عبد العزيز، بس مو حدنيا وآخرة.